اهلا وسهلا حبيبتي، كنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. هذا الفيديو هذه غادي تكون ان شاء الله من بخيماك. راكم يعني شفتوا في الستوريات اللي شاركت معكم هذاك النهار اللي مشيت لبخيماك، يعني الجوله اللي درت مشيت يعني لجوج المدن باش نقدر ندخل لبخيماك. المدينه الاولى كانت يعني بالرونديفو، وحنا فاش وصلنا يعني حتى العشيه واخا بغينا ناخذ الرونديفو اونلاين، لقينا ان هذاك النهار كان صافي فول ولا بلان، ما يمكنش ناخذ شي رونديفو، خصنا دونك ناخذه حتى الغدا ولا بعدو، لان راكم عارفين الطلب اللي كاين على بخيماك. من تما تنقلنا لمدينه واحده اخرى، فاش قلبنا في الانترنت ولا اونلاين لقينا واحد المدينه واحده اخرى هي اللي ما دايراش يعني الدخله بالموعد او لا بالرونديفو ولا بالترمين، هي دارمشتات. داكشي علاش ولينا قلبنا نرجعو ومشينا لدارمشتات باش قدرت ندخل بخيماك، باش يعني نتقدم منه شي حويجات كنت باغيه شي حويجات منه. المهم ما صورت لكم شلوتو يعني ولا جوله في بخيماك، لان كان شويه د الزحام وكان مرون مرون مرون، واخا نبغي نصور لكم يعني شي حاجه ما كان ما يتصور، لان كان الروينه تما كل شيء طايح في الارض، كل شيء ما كان ماشي مستف بحال الايام العاديه. وداكشي علاش يعني كنت الاغلبيه انا مشيت، كان خاصني البلاي بلاصه البيجامات هما اللي كانوا كيهموني، ولا كان شي حاجه هكذا للدار، الا كان شي ديكور، كان شي حاجه هكذا اللي كنقولوا شي هميزات. المهم غادي نشارك معكم المشتريات ديالي اللي درتها من بخيماك في هاد لا فيديو هادي. غادي نشارك معكم شنو خديت من بخيماك، ما خديت شي حويجات كتارين، ولكن حويجات اللي هما بساط غادي نشاركهم معكم دابا. وش حويجات من ايكيا، ايكيا درت واحد الجوله قلبت على شي حويجات. مهم غنشارك معكم كلشي داكشي اللي خديت، ما كاينش دي سولت ايكيا شويه، ولكن بخيماك ما كاين دي سولت. غادي تشوفوا معايا شنو خديت هنايا، يعني هكا اون بريف وصافي نوريكم دو تروك اللي هكا خديت وصافي، ماشي شي حاجه. دونك غادي نبدا معكم بدي بيجاما. خديت هاد البيجاما هادو اللي جايين بحال هاد الشكل هذا، هانتوما المهم القطن، هادو ديال القطن على البنات، فيهم لوغو هكذا تيشيرت والسروال، تيشيرت والسروال في هاد اللوين هذا، كاين هنا كاين الاورانج وكاين الفيغ، كاين لو فيغ بحال هاد الشكل هذا، عاوتاني لو بونطالون ديالو بحال هاد الشكل هذا. دونك هادو يعني صيفيين، هادو راكم عارفين الاثمنه ديالهم كيديروا شي 7 اورو. خديت في لي بيجاما، خديت انا هاد لو بونطالون هذا، صراحه كيعجبوني انا هادو، زعما كنلبسهم دائما، مجرباهم زوينين هكا في البرد، ماشي في البرد، في الصيف، في الصيف ولا في الربيع كنلبسهم انا في الصيف هكا، كيكونوا مبردين حيت هادو ديال الخيط كيكونوا مبردين. كتلبسوهم مع شي تيشيرت، تقدروا تلبسوا هاد لا كولور هادي، تقدروا تلبسوا لا كولور هادي، يعني كتمغيوها مع اي حاجه انتما بغيتوها. هادو كيديروا 7 اورو، كيعجبوني كيجيو مبردين هكذا، فاش كتبغي تلبسوا شي حاجه مستوره وفي نفس الوقت كتكون مبرده في الصيف، عرفتش علاش الغيام هكا كنشوف بحال لي الدنيا غتغيم، داكشي علاش كيجيني التصوير هادو غير الكراتن ديال هاد البيجاما هادو اللي غادي نوريكم. المهم كاينين هادو بويجمات ديال الوليدات، كيجي فيه كيجي هذا مع الشورت ديالو هكذا، وكيجي هذا، المهم حيت كيجيو يعني باكيه فيها جوج، وكيجي هذا مع هذا، دونك هادي بالشورت ديالها، كيجيو جويجات هنا في واحد الباكيه. المهم ما علينا، المهم باكيه فيها جوج بيجامات ب16 ديال الاورو، كيجيو هكذا جوج ب16 ديال الاورو، صراحه زوينين ديال القطن هكا الوليدات، لان كما كتعرفوا ما كاينش دابا دي سولد، وما كاينش بحال شحال هادي، يعني دائما كنا كنلقاو في لي سولد سي اون تاع ها اي وداكشي. دونك ملي بخيماك واخا كتكون معوش غادي تشري، النهار اللي كتدخل له صافي خصك ضروري تشري شي حاجه. المهم انا هادشي وليدات هما اللي اختاروه، خديت تقشرات، تقشرات عندهم البنات زوينين راكم عارفين، 3 ب7 فيهم ب3 اورو 50، كنزيد الاضاءه على حسب شويه الجو مغيم وصافي. تقشرات هادو الصيف راكم عارفين مع السبرديلات يعني الوليدات كيحتاجوهم، وشحال ما خديتو لهم ما كيكفيهم، كيتقطعوا شويه ولا كيتوسخوا، بعد المره كيتوسخوا كيتبنوا ما كيخرجوش مزيان في الصبان، دونك كنرميهم وكنعاود نشري.
خديت هادو البنات ديال السبور، هادو راكم كتكونوا كتعرفوهم، هادو كناخدو من هائم، وهاد المرة خديتهم من بريماك، لقيتهم وخديتهم. الصراحة زوينين، الكاليتي ديالهم زعما مجرباها زوينة. وخديت معاه هذا حيت راني زعما راني مزيره راسي شويه ديال السبور، كندير شويه السبور، هذا كيجي بحال هكذا. المهم هادشي كيتلبس في لاسال، ولكن انا زعما تلبسوه في الدار هكذا باش كتموتيفا باش كتقدر دير سبور. سينو ما ديرش السبور بالبيجاما ولا شي حاجه، ضروري تلبس ليجينز، تلبس هاد الحويجات هادو. هادو كيشدوا الصدر مزيان وكيكونوا رطيبين ما كيعذبوش، وهادو زوينين كيتلبسوا من الفوق باش كي الانسان كيعرق كيطيح شويه ديال الشحمه. هذا واحد التيشيرت بنتي اللي خداتو، اللي هي اللي زعما اختارتو. المهم بحال هاد الشكل، هذا راه توسخ، سبنتو ولبساتو هاد النهار، زلعت عليه شي حاجه، غير بغيت نوريه لكم. صراحه زوين، هذا كان كيدير شي 10 اورو. انا ما عرفت لبساتو في المدرسه، قالوا لها زوين منين خديتيه، عجبهم بزاف صحاباتها، قلت نشاركو معكم علاش لا. المهم انا صراحه هي اللي اختارته، انا ما عجبنيش، ولكن هي عجبها، سمحوا لي كنوريه لكم. وسخ لينا شربات شي عصير يمكن وشي حاجه تزلعت لها عليه وتوسخ. دونك هذا تيشورت، واحد الصنيدله راه لابساها في رجليها زوينه. المهم الصنيدله الى لقيت لا فوتو ديالها عندي في التليفون، غادي نخليها لكم. صافي البنات، هادو هما المشتريات ديالي من برايماك، غير اللي بغيت نقول لكم راه ما كانوا لا تخفيضات لا حتى شي حاجه، يعني الغلا وما مرخصين حتى شي حاجه، لان كما كتعرفوا دازت هاد المشكل ديال كورونا وداكشي، ما يعني كانوا كيسولديو هذا، ولكن حيت هاد العام ما باعوش بزاف داكشي علاش يعني مخلين كل حاجه بثمنها. ولكن برايماك راكم عارفين ديما بلان، ما تلقاوش فين تحطوا يديكم، ديما عامر. والمهم هادشي اللي كاينه ديال الحصيله ديال برايماك، ديال هاد المشتريات ديال هاد الخريجه هادي. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، نلقاكم فيديو اخر موضوع جديد فكره جديده، وكنقول لكم السلام عليكم.